السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعيني ومشاهديني، يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا جاي أعمل لكم فكرة برضو بورق الفوم، هعمل لكم برواز بورق الفوم والكرتون. طبعا أنا معايا كرتون ومعايا ورق الفوم ومقص بس اللي هقص بيه، وطبعا الشمع اللي هلزق بيه، وطبعا المفروض يكون معايا مسطرة. أول حاجة أنا معايا الكرتون أهو، أنا قطعته القطعتين الاتنين قد بعض. أول واحدة اللي هي الكبيرة مقاسها 20 في 20، يعني دي مقاسها 20 في 20، ودي أهي زيها بالظبط مقاسها 20 في 20. وهسيب من فوق من هنا 3 سنتي، ومن تحت 3 سنتي، ومن الجنب 5 سنتي، وهنا 5 سنتي، وهقص المسافة اللي في النص عشان دي هتبقى المكان اللي هينحط فيه الصورة عشان تبان من هنا. وطبعا عندي الورق اهو انا قطعته عشان اغلف على طول معاكو، هغلف معاكو اول ورقة دي. احط شمع هنا في النص، نلزق بسرعة كده قبل ما ينشف. ده الجزء اللي هيبقى ورا الظهر بتاعها، ودي برضو هوريكو هعملها ازاي. هقص كده من هنا برضو كده، دي جاية معوجة شوية لأنها اتقطعت مني. نشد برضو جامد كده، واعمل الجزء ده كمان كده، الزق ده. شد جامد. شد بس الشمع ده واعمل ده كده. بشد برضو جامد كده. ادي الظهر، ودي اللي هيسند عليها، السنادة اللي هيسند عليها هتبقى بالشكل ده كده اهو. هوريكم برضو هتتعمل ازاي. عندي ورقة طويلة زي دي، هتبقى برضو مقاسها، انا هظبط مقاسها، دي انا واخدة ورقة صغيرة بس عشان اوريكم مقاسها. هيبقى 20 في 20، 20 سنتي في عرض 4 سنتي، وهجيبها وهغلفها بالشكل ده كده. من هنا هبدأ كده وهتني، وهحط شمع من هنا ومن هنا وهتني كده، وارجع احط جزء صغير بس كده لحد هنا كده، احط شمع هنا ببقى قفلتها كده، وارجع اعملها بالشكل ده كده اهو زي المثلث كده، بس طبعا هتبقى طويلة كبيرة شوية زي ما انا عاملة اهو. فهيبقى هو ده الحامل بالشكل ده. اعمل معاكم بعد كده، طبعا انا مجهزة برضو الورد اللي هزين بيه. اعمل معاكم الجزء اللي بعد كده اهو، طبعا هلزق احط شمع هنا. عشان
نعملها كويس، وهوريكو هغلي في الجزء اللي في النص ده ازاي. هنقطعها زي علامة اكس، مش مربع زي ما بعمل دي دلوقتي. دي هقطعها علامة اكس كده. طبعا القطعة دي انا عاملاها عشان هتبقى ورا هنا، عشان دي اللي هتبقى الخلفية، عشان انا مش حاطة فيها برواز. هقطع كده، انا عايزة بس مسطرة. هقطع كده كده. هبدأ معاكو ألزق الجزء ده أهو، وأنا بلزق بقى هشد جامد كده. أهو لحد هنا، مش هوصل للآخر، هسيب بس حتة كده هي هنا في الجنب. اهو هتبقى كده وكده 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 بالشكل ده. بس طبعا هقص شوية كده من هنا عشان ما يبقاش كتير. اهو عشان بس ما يبقاش في حاجة باينة كده. اهو خلاص، اهو خلصت الجزئين. هلزق الجزء ده والجزء ده بالشمع والجزء ده من جوه، وهسيب الجزء ده من هنا لان ده اللي هدخل فيه الصورة. اهو هبدأ بعد كده بقى هلزق الحاجات اللي انا عملتها. الورد اللي انا عملته هحط دي كده ودي كده، هحط دي كده. انا بس تغيرنا شوية. اهو ده ورق الشجر كمان، اهو ده هحطه هنا وهحط دول كده. وتقريبا انا كده مش محتاجة شكل البرواز. هلزق الورقتين دول طبعا. انا عارفة ان صوت التليفون هادي جدا، هلزق دول كمان. اهو هلزق دول كده. هبدأ بقى ألزق الحاجات بتاعتي دي اهو.
عايز جيبة مايلة شوية كده. طبعا انا هلزق يعني حاجة بسيطة جدا بحيث الشمع ما يلزقش، قصدي ما يبانش يعني، ونخلي بالنا كمان اهو. هلزق القلب ده كده ودي كده. ما شاء الله صوت الناس اللي في البيت عندي صغير، بس انا ما بعرفش اصور غير الصبح. حتى كمان انا ما بعرفش اقص من الفيديو، يعني لو ينفع بصراحة اقص من الفيديو كنت قصيت منه وظبطته. اهو الحمد لله ظبطنا، مفيش شمع زيادة. انا بخاف من حتة الشمع الزيادة دي بصراحة، بتخلي شكل البرواز وحش جدا. اهو حط طبعا طبعا الصورة بتاعتي اهي، هجيبها برضو صورة ايه عشان اوريها لكم. مش هينفع اوريك الصورة، هندخل الصورة من هنا كده اهو، هيبقى الصورة بتاعتنا جوه هنا. هلزق بقى الحامل اللي انا عملته هنا كده بالشكل ده، هيبقى كده. حط الشمع هنا كده، بس ينشف برضو. اعذروني طبعا لان انا صوت التلفزيون ظاهر وصوت البيت والناس اللي موجودة عندي في البيت ظاهر جدا اهو. يا رب يعجبكم. فكرة بسيطة جدا وسهلة جدا ومش مكلفة كمان، يعني ممكن انتي تعمليه بإيدك. جربوه وإن شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.